السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، مع مراجعة عامة لمادة التربية الوطنية. أول سؤال عندنا بيقول لك: تتسم الشخصية المصرية بكل مما يلي ما عدا. الشخصية المصرية بتتسم بالصفات دي كلها ما عدا إيه؟ التدين طبعا غلط، العدل طبعا الشخصية المصرية تتميز بالعدل، الانغلاق، الصبر. طبعا الشخصية المصرية تتميز بالصبر، لأن إحنا عدينا بمحن كتير جدا وأثبت الشعب المصري مدى صبره على هذه المحن. الانغلاق طبعا الشعب المصري مش منغلق على نفسه، لا ده منفتح على الحضارات الأخرى، بيتأثر بها ويؤثر فيها، وبيقتبس كل ما هو يتناسب مع شخصياتنا المصرية. عشان كده الانغلاق ليست من الصفات التي تتسم بها الشخصية المصرية. يبقى تتسم الشخصية المصرية بكل مما يلي ما عدا الانغلاق. السؤال الثاني بيقول: تعددت أساليب نشر ثقافة التسامح، ومنها حرية العقيدة، الحوار، حرية الفكر، العدل. نشر ثقافة التسامح بتتمثل في حرية العقيدة، إن إحنا في مصر هنا بنتسم بحرية العقيدة. المسلمين بيعيشوا جنب المسيحيين، كل واحد بيمارس عقيدته ومعتقداته الدينية في كل حرية، بيسود ما بينهم الحب والتسامح والإخاء. يبقى تتعدد أساليب نشر ثقافة التسامح منها حرية العقيدة. تتعدد مبادئ السياسة الوطنية للشباب، ومنها الاستفادة من قدرات الشباب، وضع صورة قومية لحياة الشباب، إيجاد رؤية وطنية مشتركة، تحقيق الاستقلالية. من مبادئ السياسة الوطنية العديد من المبادئ، منها الاستفادة من قدرات الشباب. يبقى مبادئ السياسة الوطنية الاستفادة من قدرات الشباب. طب حد شاطر يعرف ايه تاني؟ ايوه انا سامعك بتقول الاستجابة للتغيرات الاجتماعية. ايه تاني؟ تقبل الافكار الجديدة، التمتع بالحيوية والنشاط. دي كلها من ضمن مبادئ السياسة الوطنية للشباب. احنا عندنا في الاختيارات اللي يصلح عندنا الاختيار رقم 1: الاستفادة من قدرات الشباب. السؤال رقم 4 بيقول: تفوق كثير من المصريين في مجال الذرة، ومنهم مصطفى مشرفة، زكي نجيب محمود، فاروق الباز، مجدي يعقوب. طبعا احنا عارفين ان مجدي يعقوب يعتبر من اشهر جراحين القلب في العالم، فاروق الباز جيولوجي مصري معروف، زكي نجيب محمود يعتبر من أشهر الفلاسفة المصريين. يبقى الإجابة مصطفى مشرفة، لأنه برع في مجال الفيزياء. حدد الصواب والخطأ في العبارات التالية مع التعليم: تعتبر القدرة على التخيل والإبداع من أهم خصائص مرحلة الشباب. طبعا عبارة صحيحة، لأن مرحلة الشباب هي المرحلة اللي بيقدر فيها الفرد ان هو يطلع كل طاقاته الابداعية ويسخرها لخدمة المجتمع. المشاركة في العمل التطوعي تتطلب المساهمة في خدمة المجتمع دون مقابل مادي منتظر. طبعا عبارة صحيحة، لان يعتبر المشاركة في العمل التطوعي هي مساهمة الافراد في اعمال تخدم المجتمع يقدم فيها الرعاية والتنمية الاجتماعية، سواء بالفكر او الوقت او الجهد أو بغير ذلك من الأشكال الأخرى، ولكن دون الحصول على أي مقابل مادي منتظر، زي كتير من الجمعيات اللي احنا بنعرفها زي جمعية رسالة وإلى ما شابه. يصل إجمالي عدد الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر إلى ما يقرب من 30 ألف جمعية. عبارة صحيحة، وده بيدل على مدى المشاركة الاجتماعية ومساهمة الأفراد في مساعدة الدولة في حل المشاكل الاجتماعية في مصر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من مراجعة سريعة على مادة التربية الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.